مشاهدينا، وللمزيد حول الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها الحكومة في بغداد مع السعودية وأبعادها وإمكانية تطبيقها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام. السلام عليكم سيادة العقيد. عليكم السلام، حياكم الله، تحية لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. اتفاقية أمنية بين الحكومة في بغداد والسعودية تعد الأولى من نوعها منذ 40 عاماً. بداية، كيف تقيم هذه الاتفاقية وتوقيت إبرامها في هذه الفترة؟ نعم، لا شك يعني حقيقة الدول دائما تسعى إلى يعني تثبيت ركائز الأمن والاستقرار من خلال متطلبات الأمن القومي لهذه الدول. نعم. ولكن الغريب في مسألة الاتفاقية الأمنية مع بين العراق والمملكة العربية السعودية، حقيقة يجب أن نقف أمام عدة جوانب في هذه الاتفاقية. يعني نعم. الأمر الأول بأنه الحكومة الموجودة الآن في العراق هي حكومة ميليشيات بامتياز. نعم. وهذه الميليشيات هي ترتبط بإيران ارتباط كامل من حيث المرجعية السياسية والمرجعية الدينية، وبالتالي هذه الميليشيات لن تقبل بتوقيع أي اتفاقية تتضارب مع المصالح الإيرانية، سواء كانت في العراق أو سواء كانت مع إيران مباشرة. نعم. الأمر الآخر بأن هذه الميليشيات لن تقبل أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه مع العربية السعودية، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الموقف من هذه الحكومة عليك أن تنظر إلى الداخل العراقي وما جرى اليوم في محافظة ديالى، يعني تعطيك صورة دقيقة بأن هذه الحكومة غير قادرة على لجم هذه الميليشيات. نعم. وغير قادرة على تنفيذ أو تثبيت الأمن والاستقرار في الداخل العراقي، فكيف لها أن تقوم بإبرام مثل هذه الاتفاقيات مع دول مجاورة على أن تقوم بتنفيذ جميع الاتفاقات التي يمكن أن تبرم مع هذه الدول؟ نعم. فأنا أعتقد بأن هذه يعني هذه الاتفاقية ستكون حبرا على ورق، ولن تأخذ مداها في مسألة تطبيق الأمن والاستقرار لكلا البلدين. طيب، إقدام السعودية أيضا على توقيع هذه الاتفاقية مع حكومة السودان اليوم، يعني كيف يمكن أن ينظر له؟ هل هي رضخت أم يأست من عمليات التسلل والتهريب السيطر عليها؟ يعني نعم، لا شك بأن الخيارات السعودية في هذا الأمر ليست كثيرة. السعودية الآن لديها جبهة مفتوحة مع الحوثي، وقد عانت في الفترة الماضية من ضربات أدت إلى، يعني نستطيع أن نقول أدت إلى تدمير عدد من الأهداف الاقتصادية في الداخل السعودي، وهناك معلومات تشير إلى أن الصواريخ التي انطلقت لضرب شركة أرامكو قد يعني انطلقت من الأراضي العراقية. نعم. وبالتالي هناك تهديد حقيقة تعاني منه السعودية من الحدود العراقية ومن الحدود اليمنية باتجاه الداخل السعودي، لذلك. نعم. هي تحاول من خلال هذه الاتفاقيات مع الحكومة الموجودة في العراق أن يعني أن تكون هذه الاتفاقيات كحجر أساس لغرض تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن يعني الآن من يسيطر على الحدود مثلا، يعني هم الآن من ضمن الاتفاقية بأنه يجب أن تكون هناك قطعات نظامية لمسك الشريط الحدودي مع العراق، علما بأن الشريط الحدودي ممسوك من قبل الميليشيات، يعني حزب الله وميليشيات. نعم. العصائب وميليشيات جند الله وغيرها من الميليشيات، الطفوف وغيرها من الميليشيات الأخرى. هذه الميليشيات لن تقبل بالانسحاب من الشريط الحدودي إلى الداخل على أن تسلمها للقوات النظامية، وبالتالي هناك إشكالية حقيقية في تنفيذ هذه الاتفاقية. وهذا ما يجب أن تعرفه العربية السعودية، بأنها هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها هي غير قادرة على أن تفرض السلطة وسيادة الدولة وفرض القانون في الداخل العراقي، فكيف لها أن تقوم بفرض ما يتم الاتفاق عليه مع دول الجوار على هذه الميليشيات التي هي بالأصل ما تمسك زمام الأمور في العراق؟ طيب، أيضا وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشبري الممثل لحكومة بغداد بتوقيع هذه الاتفاقية كان قد أقيل من الخدمة بعد تفجيرات الكرادة، هل يمكن لمن فشل في حماية منطقة بتفجيرات الكرادة أن يبرم اتفاقية بهذا الحجم وهذا التعقيد؟ نعم، السؤال هنا بأن عندما يفشل ضابط بهذا المستوى، عندما كان قائد عمليات بغداد يفشل في فرض الأمن والاستقرار وكانت هناك العديد من التفجيرات، كيف لهم أن يأتوا به ليكون وزيرا للداخلية؟ هذا إشكال حقيقي، ولكن هذا ما يرجع لنا نقول بأن المحاصصة الطائفية دمرت المهنية والحرفية للأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق، وبالتالي تصدرت المشهد شخصيات غير قادرة على إدارة مثل هذه الملفات في هذه الظروف التي يمر فيها العراق. نعم. الآن العراق مستباح
مستباح في الداخل ومستباح في الخارج، يعني سباه الآن مستباحة من قبل إيران ومن قبل كثير من الجهات الأخرى، أراضيه مستباحة من قبل تنظيمات إرهابية مثل البكك التي تتواجد في شمال العراق، مياهه الإقليمية أيضا مستباحة من قبل إيران. نعم. وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في الداخل العراقي تعاني منها جميع الأجهزة الأمنية. طيب، على ذكر الميليشيات أيضا وسيطرتها، كيف تقرأ دعوة أبو علي العسكري وهو المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله في العراق؟ يعني دعوته إلى مهاجمة السعودية ونقل المعركة إلى داخل السعودية، وتوقيت هذه الدعوة أيضا. نعم، لا شك بأنه هذه الدعوة تعطي لك حقيقة الواقع العراقي ومن يدير الوضع العراقي في العراق. يعني أبو علي العسكري هذا التصريح ليس الأول، وكانت هناك تصريحات سابقة لكثير من قيادات الميليشيات الحشد الشعبي باتجاه العربية السعودية، وبالتالي هذه الرسائل الإيرانية التي تنقل عن طريق قيادات في الحشد الشعبي هي رسالة واضحة للمملكة العربية السعودية بأننا قادرون على أن نقوض الأمن والاستقرار في الداخل السعودي متى ما أردنا ذلك ومتى ما تطلب الأمر ومتى ما صدرت التعليمات من إيران، وهذا ما يجب أن تتعامل معه العربية السعودية على إنه تهديد قائم لن تمنعه هذه الاتفاقيات وما يبرم من بروتوكولات أمنية وما إلى ذلك من اتفاقيات أخرى، لأن هذه الميليشيات تنفذ أجندة إقليمية وأجندة خارجية حسب ما تتطلب به المصالح الإيرانية. طيب، يعني وفق هذه الصورة، هل تأمن الرياض تنفيذ اتفاقية بهذه الأهمية جاءت بعد أشهر من هجوم ميليشيا الإطار التنسيقي على المنشآت النفطية بالسعودية أرامكو كما ذكرت الآن؟ نعم، لا شك بأنه العربية السعودية تعرف جيدا بأن هذه الاتفاقية يعني لن تأتي بخير كثير بالنسبة للسعودية، وتعرف جيدا حقيقة الوضع العراقي وأن من يسيطر على الوضع هي هذه الميليشيات، ولكن أنا أعتقد بأن الخيارات السعودية في هذا الأمر ليست كثيرة، وهو إجراء يمكن أن تقوم به العربية السعودية حتى ولو كان يعني بشكل رسمي مع هذه الحكومة، يتأمل من خلاله يمكن أن يكون هناك سيطرة على الوضع الداخلي في العراق ولجم هذه الميليشيات، ولكن أنا أعتقد بأن هذه القراءة هي خاطئة جدا وهذه القراءة غير صحيحة، ويجب أن تعمل العربية السعودية على يعني بناء منظومة الأمن على اعتبار أن هناك تهديد حقيقي يمكن أن يأتي من جبهة العراق ومن جبهة اليمن، على اعتبار أن هذه الميليشيات الموجودة في هذه البلدان هي تابعة لإيران وبالتالي تنفذ أجندة إيرانية. من اسطنبول العقيد الركم حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام، شكرا جزيلا لك.